السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشراف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجعله مباركا حيثما كان، واغفر للسامعين والحاضرين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي: ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين، وأهلها ممكنين منها آمنين. ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ونبه إلى أنه بالأمس سبقت الإشارة إلى غزوة حنين، وأنها بعد الحديبية، لكن المراد بذلك خيبر، وقد نبهني بعض إخواننا وهذا واضح لا إشكال فيه. فالمراد أن غزوة خيبر هي التي كانت بعد ذلك، وهي التي صار فيها مغانم، وعوض الله الصحابة رضي الله عنهم بصلح الحديبية. وكما تقدم، فإن الله سبحانه وتعالى ادخر لهم الخيرات ورد كيد المنافقين. ويقول الإمام إسماعيلي رحمه الله: ويرون قتال الفئة الباغية، كما قال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. وقال: إنما المؤمنون إخوة. فيجب قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل ودفع شرها، وإن كان هنالك شبهة فإنه يبينها الإمام أو من ينيبه من أهل العلم. نعم. ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر، كما قال رحمه الله أن الدار داران: دار إسلام ودار كفر. واختلف العلماء في هذه المسألة، لكن الذي عليه جمهور العلماء أن الدار دار إسلام أو دار كفر، كما ثبتت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الكفار كما في حديث بريدة، أو أمر الصحابة أن يدعوا الكفار إذا أسلموا إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. والدار دار إسلام ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين، وأهلها ممكنين منها آمنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أنس: إذا غزا فإن سمع أذانا أمسك، عليه الصلاة والسلام. وعند أبي داود عن عصام بن قدامة: إذا رأى مسجدا. فالمقصود أن الصلاة والأذان التي تقام تعصم البلد بإقامة الصلاة، إقامة الجمع والجمعات، وإن كان في البلد ما فيه من الكفر والموبقات، ما دامت الشعائر ظاهرة والإسلام متمكن فهذه الدار دار إسلام. نعم. ويرون أن أحدا لا تخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بهما من يشاء، فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عتب، كما قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا
ولكن الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال يختص برحمته من يشاء. نعم، وكذلك أيضا الجنة هي من فضل الله ومن رحمة الله، فالله عز وجل يختص بفضله ورحمته من يشاء من عباده، والأعمال أسباب. أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقال سبحانه وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. العلماء قالوا إن الباء هذه باء السبب، باء السبب، ولهذا ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وكذلك في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. جزاك الله خير. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالجنة من فضله ورحمته، ولو نظر إلى عمل العبد الذي عمله وإلى ما أنعم الله به على عبده، فإن نعمة واحدة لا يفي عمله مهما كان بشيء مما أنعم الله به عليه، بل إن عملك وشكرك وحمدك وثناءك لله سبحانه وتعالى هو من فضله، هو من فضل الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا دخول للجنة ولا ولوج لها إلا بفضل الله ورحمته. ومن أهل العلم من قال إن دخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، والدرجات واختلاف الدرجات بحسب الأعمال، بحسب الأعمال، فمن دخل الجنة دخوله برحمة الله، أما مرتبته ودرجته التي يكون فيها فهي بحسب عمله، والمعنيان متقاربان، والمعنى أن دخول الجنة بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى. نعم. ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له، كما قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. نعم، هذا قول أهل السنة رحمة الله عليهم، أن الله عز وجل جعل لكل مخلوق أجل، كل حي مخلوق له أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكن موته له أسباب، له أسباب، فقد يموت بسبب معين، وقد يموت بسبب يعني من غيره، وقد يموت في سبيل الله مقتولا شهيدا فيقتله القاتل، فالقاتل الذي قتله قتله إياه لم يكن هذا إلا بأجل، والمقتول في هذا الوقت وفي هذا المكان وفي هذا الزمان، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فلكل مخلوق أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، خلافا للقدرية والمعتزلة الذين يقولون إن القاتل قطع أجل المقتول، هذا كله من مذهبهم الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى قدر لكل حي مخلوق لكل حي وقتا يموت فيه،
والله سبحانه وتعالى يقدر الآجال بما يشاء سبحانه وتعالى، فقد يكون بهذا وقد يكون بهذا. ولهذا قال سبحانه: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ثم هنالك تقدير آخر كما في الصحيحين عن أنس، في صحيح البخاري عن أبي وصحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ورواه البخاري عن أبي هريرة، وجاءت أخبار أخرى في هذا الباب في فضل صلة الرحم وأن سبب لطول العمر والبركة فيه، هو الذي قضى أجلا وأجل مسمى عنده. ولهذا قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. والله سبحانه وتعالى جعل لهذا المخلوق، جعل له أجلا محددا، لكن إن وصل رحمه كان أجله في وقت آخر. والله سبحانه وتعالى يعلم هل هذا يصل رحمه أو لا يصل رحمه. الملك لا يعلم، إنما يرى حاله، فإذا وصل رحمه كان له من العمر كذا وكذا، وإذا لم يصل رحمه كان له من العمر كذا وكذا، خلافا لمن قال المراد به البركة في العمر والأثر. الصواب كما قال عليه الصلاة والسلام أنه يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، والذي في علم الله سبحانه وتعالى لا يتغير، بل هو ثابت ويكون بحسب ما يقدره الله سبحانه وتعالى للعبد. نعم. وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، وهو ما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، وكذلك رزق الزينة الفاضلة عما يحيا به. نعم. ولهذا للحي ما قدره الله سبحانه وتعالى من الرزق وما تقوم به الحياة، فالله سبحانه وتعالى كما في الصحيحين من حديث مسعود: إذا جاء الملك إلى الجنين فإنه يؤمر بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، رزق الذي يكتب له والذي يصله من كونه جنينا إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى الذي يصيبه من حلال أو من حرام. لكن العبد يجب عليه أن يسلك الأسباب الواجبة ويجتنب الأسباب المحرمة، يسلك الأسباب المباحة، يسلك الأسباب المشروعة في أبواب الرزق. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به كله مما ضمنه الله سبحانه وتعالى وقدره لكل مخلوق يكون هذا الرزق من ما تقوم به الحياة أو مما يكون من الرياش أو من الزينة. نعم. ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين ويختدعونهم ويغرونهم. كذلك الشياطين توسوس للآدميين ويخدعونهم ويغرونهم، ولهذا أمر العبد بأن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا،
كل عبد يكون له قرين يقول افعل كذا، فهو يأمره بالشر والملك يأمره بالخير، يأمره بالخير، والعبد عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي والله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني عند قراءة القرآن. فإذا كان هذا عند قراءة القرآن دل على أنه في أحواله كلها يلجأ إليه سبحانه وتعالى ويستعيذ بالله من شر شياطين الجن ومن يوسوسون له من شياطين الإنس. نعم. وأن الشيطان يتخبط الإنسان، وأن الشيطان يتخبط الإنسان، هذا مما ذكر أهل السنة رحمة الله عليهم، كما قال سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأهل العلم يقولون إن الشيطان، إن الإنسان قد يتخبطه الشيطان ويتلبس به، وأن هذا مما يقع للإنس، ولهذا أمر بالتعوذ من شر الشيطان وتلبسه. وقد وقع في أخبار عدة ما يدل على هذا، ولذا فإنه لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه. فيجب على العبد أن يستعيذ بالله من شر الشيطان وشركه. والنبي عليه الصلاة والسلام في وقائع عدة أشار إلى هذا، وقد أخذ صبيا كما في مسند أحمد فغرفاه ثم تفل فيه ثم خرج منه كالجري الأسود. وفي القصة أنه بعد ذلك رجع عليه الصلاة والسلام وسأل أمه فقالت يا رسول الله ما رأينا منه قلبة أو بأسا. الحديث وأحاديث أخرى في الباب. نعم. وأن في الدنيا سحرا وسحرة، وأن السحر استعماله كفر من فاعله معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. نعم. وأن في الدنيا سحرة، سحرا وسحرة، وأن السحر لا يكون إلا عن الكفر بالله، وذلك أن السحرة يستعملون الشياطين، والشياطين لا يستجيبون لهم إلا إذا أشركوا بالله والعياذ بالله. ولهذا هذا الفعل كفر من فاعله، لأنه يتقرب إليه إما بذبيحة والعياذ بالله، أو أن يلطخ المصحف أو غير ذلك مما يتقرب به إلى الشياطين. فمن فعل هذا فإنه كافر، وهذا السحر كفر بلا خلاف. هنالك نوع من السحر ذكره الشافعي رحمه الله، سحر بالأدوية، سحر بالأدوية، فقال هذا نوع من السحر، ويصف سحره، يصف سحره، فينظر كيف هو وكيف يحكم عليه. والسحر منه يضر، من يقع منه الضرر، وله حقيقة، ويفرق بين المرء وزوجه، وبين الحبيب وحبيبه، وبين الرجل وأهله، وبين الرجل وقرابته. فالمقصود أن السحر كما في الأخبار عن كما في الأدلة له حقيقة وله أثر وله ضرر، وليس مجرد تخيل. نعم. ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية. هذا المصنف رحمه الله ختام لهذه العقيدة إشارة إلى أمر مهم أهل العلم يذكرونه في باب العقيدة ويغفل عنه كثيرا، وأن أهل السنة رحمة الله عليهم يرون مجانبة البدعة والآثام والفخر
والتكبر والعجب والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية. فعقيدة أهل الإسلام كما أنها مبنية على التوحيد بأنواعه، بتوحيد الله بأسمائه وصفاته وتوحيد الإلهية على ما مر في كلام المصنف رحمه الله، لكن أهل السنة رحمة الله عليهم يحمون هذه العقيدة بمجانبة الطرق التي قد تفسد هذه العقيدة أو تفسد شيئا منها. كذلك بعض الآثام من الفخر والخيلاء والتكبر، وقد ثبتت الأخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأخلاق والتحذير منها وما فيها من الشر والفساد. وكل أهل العلم في الغالب الذي يصنف العقيدة يشيرون إلى هذا المعنى رحمة الله عليهم. ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. كذلك إما يراه أهل السنة أنهم يكفون الأذى ويتركون الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما. لماذا؟ لأن المصلحة ظاهرة وغالبة على المفسدة الحاصلة، بل لا مفسدة في ذلك، بل هي مصلحة واضحة. التحذير من أهل البدع وأهل الهوى، فالقول فيه ليس بغيبة. الغيبة إنما هي في مسائل محصورة ذكرها أهل العلم، وكما قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الغيبة قال ذكرك أخاك ما يكره، قال فإن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والذكر من يحتاج إلى ذكره من باب التحذير من باب البيان هذا أمر مطلوب، ودلت السنة والنصوص على ذلك في مسائل كثيرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويرون تعلم العلم وطلبه من مضانه، والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجمعها والتفقه فيها وطلب آثار أصحابه والكف عن الوقيعة فيهم وتأول القبيح عليهم، ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل. نعم. وأن هذا من ما يحث عليه أهل السنة والجماعة، تعلم العلم وطلب العلم. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أول من سن لأهل الإسلام هذه السنة في طلب العلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يتناوبون لطلب العلم فيما بينهم في مجالسه عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك كانوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وكذلك في حياته في غزواته، إذا ذهب الواحد منهم ثم فاته شيء فرجع سأل عما فاته، فيقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. والأخبار في هذا كالمطر. أما ما يتعلق بفضل العلم وما جاء من النصوص، فالنصوص في هذا متواترة في فضل العلم والحث عليه وطلبه، وأنه من أفضل القرب. قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، الأول في الصحيحين والثاني عند أبي داود والثالث رواه مسلم. والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا
من طلب العلم طلب آثار الصحابة، وأن الآثار عن الصحابة هي الأسباب أو هي الآثار التي تفتح وتبين السنة، وبها تعرف الأخبار وبها تضبط الأخبار. ولذلك صنف العلماء رحمة الله عليهم كتب الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين بعدهم، وذكروا الخلاف في هذه المسائل وما أجمعوا عليه. ومن سنة طريقة أهل العلم الكف عن الوقيعة فيهم، كما تقدم أنهم يكفون ألسنتهم ويقولون ما وقع من هذه الأشياء أمور سلمت منها ألسنتنا، أمور سلمت منها أيدينا فتسلم منها ألسنتنا. وتقدم أنهم يكلون أمرهم في هذا إلى اجتهادهم، وأنهم إما دائرون بين الأجرين والأجر والعفو من الله سبحانه وتعالى. نعم، مع لزوم الجماعة. نعم، مع لزوم الجماعة، لأنه لا يكون هذا إلا بلزوم الجماعة. ومن شذ شذ في النار، وجاءت الأدلة في هذا الباب. والجماعة يحصل بها الوفاق وعدم الخلاف. الجماعة أن تكون على طريقة أهل السنة في اعتقادهم، في طريقتهم، في الحذر من البدع ما ظهر منها وما بطن، تلزم جماعة المسلمين. إذا رأيت خلافا ونزاعا تلزم جماعة المسلمين، وتحذر من الفتن، تحذر من النزاع والخلاف. وكما جاءت الأخبار في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، والتعفف في المأكل والمشرب والملبس. كذلك التعفف في المأكل والمشرب والملبس، وأن هذا مما كان عليه أهل السنة رحمة الله عليهم فيما يتعلق بأكلهم وشربهم ولباسهم، وهديهم في ذلك رحمة الله عليهم. كل هذا مأخوذ من سنته عليه الصلاة والسلام ومن هدي أصحابه، لكن ليس معنى ذلك تحريم شيء من هذه الأشياء، لا، بل كانوا يتبسطون بما أحل الله، يتبسطون بما أحل الله، ولكن على وجه لا يكون فيه إسراف ولا يكون فيه تضييع مصالح هي أعلى، فيتعفف في مطعمه ومشربه وملبسه، كل واشرب وتصدق في غير شرف ولا مخيلة. نعم، والسعي في عمل الخير. كذلك السعي في عمل الخير، كما صحت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاجتهاد في عمل الخير، وأن المسلم إذا كان في بيته، إذا كان في مسجده، ينوي الخير، انوي الخير، إن حصل لك فالحمد لله، إن لم يحصل لك فأنت بنيتك تنوي الخير إذا خرجت من بيتك، تنوي الخير وأنت في عملك وأنت في متجرك، السعي في عمل الخير. وجاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في أمر العبد إذا سار في طريقه في أن يصلح بين اثنين، أن يزيل حجرا، أن يزيل أذى عن طريق المسلمين، إلى غير ذلك مما جاء في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبين لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم وبينهم. كذلك، وهذا الأصل وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و
هذا هو الواجب، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن مع الأخذ بالآداب الشرعية، بأن يكون عالما بما يأمر، عالما بما يأمر، رفيقا عند الأمر، رفيقا حين يأمر، والصبر بعد ذلك، فلا ينتصر لنفسه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهو يبين الحق ويعلم العلم، ثم الإنكار والعقوبة بعد البيان وإقامة العذر، فيبينه برفق كما هو هديه عليه الصلاة والسلام. فمن خفي عليه الأمر يرفق به. وليس معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس معناه مجرد الإنكار، المراد به التغيير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فالمقصود هو التغيير، هذا هو المقصود. فبأي طريق حصل التغيير فهذا هو الواجب، كما في القصة المشهورة في الصحيحين عن أنس، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد وما وقع منه عليه الصلاة والسلام في بيان الواجب له وكذلك لأصحابه رضي الله عنهم. نعم. هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة ولم يخفوا إلى مكروه في دين. نعم، هذا أصل الدين، يعني ما سبق ذكره، والمذهب الواجب اعتقاده الذي يعتقده أئمة أهل الحديث، فمن سار على هديهم وطريقهم فهو على طريق نجاة، فهم لم تشنهم بدعة، لم يشينوا منهجهم ولا طريقتهم ببدعة، ولم يتلبسوا بفتنة، ولم يخفوا إلى مكروه في دين رحمة الله عليهم، بل كانوا يبينون الحق ويرحمون الخلق كما هي طريقة أهل السنة والجماعة. نعم. فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه. نعم، هذا هو الواجب، كما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فأصل الدين هو التمسك بحبل الله سبحانه وتعالى والاعتصام به والاجتماع. ولهذا كانت المنة العظيمة على الصحابة رضي الله عنهم باجتماعهم وائتلافهم، ثم الأنصار بعد ذلك لما كانوا في الجاهلية بينهم الإحن والقتال، ثم جمع الله شملهم وصاروا إخوانا متحابين متآلفين، نصر الله بهم الدين ونصرهم بالدين، فلله الحمد والمنة على ذلك. نعم. واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه، وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة، فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نفعنا الله وإياكم بالعلم وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه ورحمته. آمين آمين. غفر الله له وجزاه الله خيرا على ما ختم وعلى ما علم بهذه العقيدة المختصرة الجامعة النافعة. فأخبر رحمه الله وختم أن الله سبحانه وتعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن من اعتقد هذا الاعتقاد فهم الفرقة الناجية السالمة الناجية في الدنيا من الخلاف والنزاع، والناجية في الآخرة من النار التي يكون مآلها إلى رحمة الله وإلى جنته وإلى كرامته. وأن هذا هو الواجب، كما قال سبحانه:
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وأن هذا هو طريق النجاة وطريق السلامة. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالاتباع والانصياع لأمره سبحانه وتعالى والدلالة على الخير وتعليم العلم ونشر التوحيد، فهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يدعو إلى الله وأن يبين الحق في أي مكان ولا يحقر ما لديه من العلم. من كان في بيته يبين، من كان في مسجده يبين، من كان في حيه، في مكتبه، في متجره، في أي مكان، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، طريقته عليه الصلاة والسلام وكذلك أتباعه، الدعوة إلى الله والدعوة إلى الله على بصيرة. نسأل الله ذلك منه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.